هل لما هيروح الزمالك هنلاقيه بنفس المستوى، ولا هنلاقيه مثلا ما بيلعبش هنلاقي مستواه اختلف، والتفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها برضه؟ هو انا اظن ان جون ايبوكا بالتحديد هيلعب مع الزمالك، لانه مشكله الاهلي والزمالك الاساسيه في راس الحربه. يعني الزمالك عنده سيف الدين الجزيري المهاجم التونسي، فيريرا مش مقتنع بيه كل الاقتناع، جابوا سامسون اكينيولا البنيني برضه بعيد تماما عن مستوى فريق بحجم الزمالك. فبلا شك ان جون ايبوكا اول ما هيروح هيلعب، بالعكس ده الزمالك كمان عايزه وبيخلص في الصفقه بسرعه جدا، ربما ان هو يلعب مباراه القمه بتاعه يوم السبت. أي. يعني شوفي هم محتاجينه قد ايه. اعتقد ان هو ممكن يعمل الفارق مع الزمالك لو تم الاعتماد عليه بشكل اساسي، خصوصا ان الزمالك من الفرق الهجوميه اللي بتخلق فرص كتير، ومحتاجين مهاجم بالمواصفات دي علشان يخلص من انصاف الفرص. فاعتقد ان هو ممكن يعمل فارق مع الزمالك. مش عارفه استاذ حمدي، الزمالك ختم الموسم السنه اللي فاتت باداء عالي جدا واداء حلو بنفس اللعيبه، يعني ايه اللي حصل؟ الناشئين يعني ما هم موجودين، فين المشكله؟ انا يعني احساسي انه او يعني متاكد انه فيريرا جزء كبير من المشكله، لانه بيلعب بطريقه طريقه نظري. اللعب طريقه اللعب لا تناسب فرقه الزمالك، ومصر عليها وتقريبا بيلعب بيها في اغلب المباريات. ما بيسمعش لحد، ما بيحاولش طبعًا يغير، ما هو رغم عنده النتائج. هو عنده شخصيه قويه جدا، كلنا عارفين الحكايه دي، بس الشخصيه القويه ممكن تكون في وقت مفيدة، وفي وقت تاني بيتحول القوة الشخصية إلى العناد الفني. هو عنده نوع من العناد الفني شوية، ما بيسمعش للي حواليه كتير، وده يمكن كان السبب الرئيسي في أنه الكابتن أسامة نبيل المدرب العام يمشي والكابتن إسماعيل يوسف يجي مكانه. فهل الكابتن إسماعيل يوسف هيقدر يقنعه بآرائه الفنية ولا لا؟ برضو ده يعني الفترة اللي جاية ممكن نشوفه. ممكن يحاول يعني، بس بعد اللي شفناه ده كله واضح ان الموضوع صعب، وهو متمسك برضو برأيه. هنشوف، بيتمسك بآرائه. لكن الكابتن اسماعيل يوسف طبعا قيمة فنية كبيرة، والراجل اشتغل مدير فني قبل كده لبعض الفرق، فممكن جدا يكون رأيه مساعد لفريرة ويفرق مع نادي الزمالك الفترة اللي جاية. طيب نسيب بقى الاهلي والزمالك شويه، يمكن نرجع لهم تاني. تيجي نروح لنادي الاسماعيلي. ده كده هنزعل عشان نتكلم عن الاسماعيلي، وضعه سيء جدا للاسف. طب مع كابتن احمد حسام ميدو بقى، يعني شايف الوضع ممكن يتحسن؟ في امل؟ والله دايما الكره فيها امل، ودايما الحسابات بتفرح برضه شويه، انت عارف هم حبهم نتمنى للدراويش والاسماعيلي يعني حب كبير جدا طبعا، والاسماعيلي كلنا بنحب الكره بتاعته، لكن الكره بتاعت زمان. لكن دلوقتي الاسماعيلي لا بيقدم كره ولا بيقدم نتائج كويسه لجماهيره. المشكله الاساسيه عند النادي الاسماعيلي كانت الاداره، والاداره استقالت. فبرضه استقاله الاداره برئاسه المهندس يحيى الكومي، ما هي هتعمل برضه نوع من الفراغ في النادي، واللجان اللي بتيجي يعني بيبقى عملها ما فيهوش استقرار علشان لجنه تمسك النادي. فطبعا الامور بعيده عن النواحي الفنيه خالص، لعيبه ما بتاخدش فلوسها، ومدرب جاي على وضع صعب جدا كابتن احمد حسام ميدو. أيوه. مهما عمل الامور صعبه الحقيقه. مفيش امل؟ لا في امل طبعا. ان شاء الله. فين بس بقى؟ يعني انا كنت اتمنى، انا شايف ان ميدو قبوله للمهمه مغامره.